آسيا نور الهدى. اسمك شحال طويل، المشوار تاعك شحال طويل، كل شيء طويل. خدمتي قريتي، خدمتي جوجل ادسنس، خدمتي كاي دي بي، خدمتي سي او دي، خدمتي الماركتينغ فروم اي تو زد. باغي نعرف فروم اي تو زد. بون، الحاجه اللي ولا نبدا بالمشوار الدراسي، الباك ديالي جبته في سنه 2013. عام من قبلها دخلت لي فراسي هذيك تاع كيفاش نقدر ندخل دراهم بار انترنت. هي الحكايه كاع راهي هنا. بديت ندير لي ريشيرش في يوتيوب، لي ريشيرش في يوتيوب، لي ريشيرش في يوتيوب، ومن بعد حبست، ما قدرتش نكمل على جال الباك. باك هنا انت كنتي سيونتيفيك؟ كنت سيونتيفيك. وكيفاش جات لي شغل ديري دراهم من الانترنت؟ زعما كاش فيديو شفتي، كان شي واحد سمعتي يهضر ولا؟ بون، اولا الحاجه اللي تخليك انك تروح تولي تلقى دي سوليوشن هي انك ما تقدرش تخدم في هذيك لا بيريود. ما نقدرش نخدم، انا كنت نقرا، صح؟ دونك كنت نحوس نلقى دي سوليوشن كيفاش نجيب دراهم وانا قاعده في الدار بلا ما نخرج. هذا هو لو بوت اللي كان عندي. ومن بعد بديت ندير لي ريشيرش في يوتيوب، يوفوا بديت ندير لي ريشيرش ولاو يخرجوا لي لي فيديو. اول فيديو كان يخرج لي كيفاش تستلم بطاقه الكترونيه، ومن ثم بدات اول بطاقه اللي تحصلت عليها هي تاع بايونر. انا بحكم البكالوريا تسمى ما قدرتش نركز واش كنت ندير، صح؟ دونك خليت الحق الباك، الحمد لله جبت الباك. كنت نقرا، ماشي خباشه، بصح كنت نقرا. كنت نقرا بصح الباك جبته بمعدل سواسوا، تسمى باش الناس اللي عم يشوفوا فينا وكاين ناس مقبلين على البكالوريا باش يعرفوا باللي ماشي معناتها انت جبت الباك بموايان نورمال ولا جبت جبت اون موايان اكسيلونت ماشي معناتها ناجح ولا حتنجح بهذيك لا موايان. لو بوت انك تافونسي، ومام بعشرة هذيك تقدر تنجح. معني البرك اون استوار هنايا، الباك بكالوريا قادر تكون زهر، قادر تكون قرايه. نعرف انا كنت قرا معايا طفله كانت نورمال، فلي نورم عادي جدا، لا موين 11 12 ما تفوتهاش. نهار بكالوريا سقطت لها باسكو كانت اللي كانت مريفيزيا طاح، دونك جابت 15. مي فلوش وا كانت انتيليجونت، ما راحش دير دونتيست ولا دير عفسه كيما هكا. قالت لك بلي انا ما نقدرش، هذاك هذا ماشي النيفو تاعي، انا صدقت لي في الباك. راح دارت برونش اللي هي كما نقولوا المستوى تاعها. دونك هنايا ثاني واحد لازم يخمم مليح، كسو سوا جاب موين ناقصة ولا موين عالية، لازم يعرف المستوى تاعه باش يقدر يونجاجي، يقدر يكمل. نعطي لهم برك لا نوت ديالي، ديت اون نوت اليميناتوار في المات اللي هي 3. وي نقولها لهم باسكو علاش، باسكو كاين بزاف ناس اللي يقول لك انا ما نجحش، انا راني حاب نوصل لو ميساج هذا. لا موين تاع الباك قريب 11، قريب 11 10 فيرغول، تما ما لحقتش 11. المهم فاتت لي سيكوند في السيونس، جبت 14.5 بلا ليكور. راني نهضر معاكم فوش الباركور تاعي تاع الباك اللولاني ديالي بلا ليكور جبتو، مي لو شوا اللي طاح لي في لافاك ما كنتش حابته، ما كنتش حابه نقرا كوميرس كومبليتوم. كنت حابه ندير ترانسفير نبدل بيولوجي، مي من بعد انا واش درت؟ دعيت لربي. بون، سببت، درت بزاف اسباب باش نبدل، ولا موين تاعي كانت لاحقه باش نبدل بيولوجي، مي ربي كتب اني ما نروحش بيولوجي. رضيت بوش عطاني ربي شغل، قلت حطاني ربي هنا فيها خير، فيها خير. مالغري كو لا برونش تاعي سيونتيفيك وما دارت حاجه ماشي كاع تاعي، صعيب طابطيت نورمال لي انسكريبسيون. دخلت العام تاعي الاولاني في خروب، وتوجور هذيك لا ريشيرش تاعي تاع كيفاش نخدم اونلاين، باسكو علاش في الوقت هذاك ما كانش لي زالجيريان، كانوا كاينين غير لي ماروكان، كانوا يحطوا لي فيديو وما يحطوش كلش. دونك في هذاك العام وصلتني لا كارت بايونير الاولى ديالي، وكانوا يوصلوني لي ماغازين باطل، كنت ندير هذوك الفري سامبلز ويبعثوا لي. كانوا ضامنين حيره، كان بابا يطلب فاكتير
فاكتور عيطوا غير حاجه تخلع ولا اسمه لا فاكتور ولا عيطوا الفاكتور اسمع مالي اسيا بابا يدير هكا ولا صح مالي اسيا واش لحقت بنتي واش كاين بنتي ابو كان يستغرب كانت حاجه بزاف جديده حاجه تلحقك مع الجيري بوست تلحقك للدار وزيد ما خلص والو شغل ضربك يفهم فيها يقوني في داك البيسي هكا انا الحاجه اللي ثاني نشكر والدي عليها اللي هي انهم وفروا لنا حاسوب كي كان في عمري 6 سنين انا كي كان عمري 6 سنين كنت نستعمل بيسي تما ماشي كي كبرت ومن بعد اون 2013 جاب بدلنا بوم بدلنا البيسي تو تما جبنا حاجه بويسونت البي في الدار تما كان عندي كلش باش ندير لي ريشيرش هادو علاش نقعد الوقت اللي كنت صح نلقى روحي نافونسي فيه هو 3 شهور تاع الصيف باسكو الصيف عندك نهار طويل مع العشوه هذيك نتعلم بالك تقدر تقول في النهار نشوف كاش 30 فيديو وانا غير نتفرج ونكتب كلشي غراتويت يوتيوب كنت نشوف لي ماروكان بزاف باسكو هما اللي كانوا في هذاك الدومين كانوا شغل طاغيين في هذاك الدومين الانجلي ما كنتش كاع ندير لي ريشيرش اونغلي انسان يهضر الحقيقه كما نقولوا كنت نشوف كنت ندير ريشيرش تو سكي اون عرب باش نفهم باش يلحقني لافورماسيون رابيد دونك موراها العام تاعي الاولاني في لافاك العام الاولاني في لافاك باك كلشي يتبدل عليك كلشي يتبدل كلشي ماشي سهله باش تكون ستابل ومن بعد تبدل عليك حياه جديده قرايه جديده بلاصه جديده كو صعبه كنت نخرج في الدار راه ليسي دوكا وليت نركب كوس دي بلاصي كانت شويه صعيبه انسان باش يتادابتا وثاني كان عندي مشكل مادي كان عندي عسر ماديا دونك بديت نسين نلقى لي سوليسيون هنا مازال ما بديت ندخل دوام مازال ما بديت ندير والو العوام هادو راني في لاريشيرش راني نحوس وين نلقى روحي جاتني صعيبه العام الاولاني في لافاك باسكو مسيونتيفيك الكوميرس ولا كونطابيليتي ماشي ساهله كونطابيليتي لا بروف ما كنتش كاع ندي فيها جاتني صعيبه قرايتهم مالغريكو سهله ما شغل لوجيك اللي كانت عندي ولا لوجيك هذيك ما جاتني صعيبه دونك واللي كان عندي قلت لك عسر مالي وليت نطم وليت بابا واش يعطيني مصروف تاع لاجورني تاعي وليت نطم وما كانش عندي تليفون سمارت فون ما كانش بديت في هذيك الجورني كيما يقولوا بديت نطم خلاص العام شريت اول سمارت فون ديالي بزوج ملايين وربعمية يعني شغل درتها تارجت هدف اني يخلص العام نكمل العام تاعي الاول يكون عندي تليفون مليح ومن هنايا كانت تقدر تقول البداية كي يكون عندك سمارت فون تقدر دير كل سمارت فون وبي سي وانترنت دير اللي عجب بيهم دير اللي عجب غير اللي ما حبش دونك كما كانت البداية ومن بعد بديت نخلط المجالات بديت الانفستيسمون باش الا كاين اللي سامع بهذاك لو سيت ويب ريسايكليكس وي وخدمت فيه صافي لونطون بصح ما دخلت منه والو كان ما نعقلش اللوغو تاعي كان في الفار رايح في الفار وي سي فري كان واحد البلاد ما ماشي لا ليتواني ولا المهم مانيش عارف انفيستيت دراهم وكان واحد معايا اللي يعاوني باش نانفيستي وانفيستينا كيف اول واخر مره في الانفستيسمون اونلاين اول واخر مره دخلنا للسيت ما كانش تبحر وشحال من واحد راح فيها مشي غير انا دخلت بانسوم اللي نقولو صغيره شغل ديبيوتونت كاين ناس اللي دخلوا دي سوم كبار وصح بعد الاول ديال ديبي شغل ريسيفر ولا لي بايمون تاعهم فوالا هو هما لي سيت كامل هكذا تاع الارناك كامل هكا يبداو لك بلعبه دك ايوا يخبط باي فور ادز واقيلا باي فور ادز شوف كنت نخدم بون انا تعمقنا دوكا دخلنا ديريكت في الموضوع بون ريسايكليكس بارمي لي سيت لي انفيستيت فيهم علاش كان يدير ماشي عقلنا باي فور ادز ريسايكليكس كانوا النفايات يعاودوا دونك لا بوبال يعاودوا بيت فور ادز تتفرج لي بيبليسيتي وتخلص عليهم وتانفيستي انا انفيستيت واقع الله اعلم راحت لي فيها 200 دولار ديك الوقت 2015 دي بي قاعد بدينا هكذا وكاع واليوم كي نجيو نوصلوا الناس نقول لهم بلي عيب دروك تدخل تتفرج اعلانات وتخلص وعلى هذوك دي زارناكر منا يقول لك لا انا نخدم انايا احنا ما نجيوش باركور تاعنا دونك ماشي غير واحد راه مجربها انا مجربينها بزاف شغل ما يأمنكش لازم تخليه يطيح فيها باش يقدر يأمنك
دونك من تما بدات بدات ليستوار. بديت لي ريشيرش تاعي لي سيت سيت واب لي نلقاه في طريقي. هذا تربح منه. المشكله الغلطه اللي كنت فيها سي كو هذيك تاع كلمه تربح هذيك ما كاش كاع منها عباك اليومين هذا قلت باش كنت دايره تربح ادخل سيت واب اكليكي تربح ما تربحش تخدم. كانوا لي سيت لي مدولك يمدولك هادو كاين بون قبل ما نلحقوا البيتكوين اي تو بيتكوين في 2017 كانوا لي كليكي هادوك البير كليك يمدك 0.01 وهكاك وكان عندي القلب وكنت نضرب كان عندي القلب انا هادي اللي حيرتني اش 0.001 عمالك حياتك كاوم كي هاكم يا عبدي. ومن بعد ما تلي الكارطه الاولانيه زدت موندي زدت لحقتني كارت بايونير دوزيام وبعد يحبسوها بايونير ولاو ما يبعتوهاش. دونك لقينا سوليسيون اير بي ان بي لحقت غادي قبل باي زيرو كومبليتوم تديش نعم النت لا ما خدمتوش عندي دي عندي كونت فيه ما خدمتش بهم واسمو ثاني بيرفكت ماني هادو كاع ما رحتش كاع ليهم ما على باليش علاش كنحسهم مام لي ميثود دو بايمون اللي كانوا كاينين عندي يا ماستر كارد يا فيزا يا باي بال فوالا. وكان كاين بروبليم في هذاك الوقت انه الماستر كارد ما تاكتيفيش باي بال الجيري دونك كنت فاتحه واحد ثاني انجليز كنت ريسيفي فيه تما لازم تلقى لا سوليسيون مشكل تاع بولتي اه دونك تما لازم تلقى سوليسيون سينو تقعد هكذاك. بعدها بديت ثاني نتعمق في ريشيرش تاعي وين نلقى حاجه تاع خدمه اونلاين ندخل فيها تما ايوا فوالا نلقى حاجه اخدم هنا تربح كذا ولا تدي كذا ندخل تما هكذا توصي الناس انه يتعلموا انجلي. اللغة الإنجليزية مهمة جدا ستشوف لها ريشارج ماشي غير في لها ريشارج مام لا قدر الله يخرجوا من زاير ولا يحتاجوها بزاف مي في الدومين تاعنا باش إذا حاب يتعلم حاجة بار اكزومبل شاف معلومة برا ولا شاف معلومة عند العرب ولا يحوس على المحتوى في هذيك المعلومة ما يلقاش ما يلقاه في عند يلقى كيما نقولوا بحر تاع معلومات باللغة الإنجليزية يلقى تنوع كبير ما في المعلومة عندهم باللغة الإنجليزية يلقى كاين ديفيرونس كبير يلقى هذا يهضر حاجة هذا حاجة ممكن تنوع كبير ماشي كيما احنا باللغة العربية رانا بزاف محصونين. دونك بديت تعلمي هنايا اي حاجة تلقى فيها هضرة تروح تتعلمي اون اونغلي اون اونغلي اون فرونسي العربية سيت راه ندخل على واش نفهم صح. ومن بعد بون نحكيو شوية مشوار دراسي باسكو نسيناه فهاد دوك تلت سنين تاع باش لحقت الليسونس عندي ليسونس اون فينونس لتما فتح واحد لو جروب اسمه انترنت الجيريان ماركترز اول مجموعه فيها النخبه تاع الماركترز في الجزائر كنت فيها انا ثاني كنت فيها بصح ما عرفتش باسكو انا ما عرفتكش التم باسكو انا دي فوا كنت نحط انا سقسيت فيه خطره زوج ما كانش لي ريبوندي لي ما عاودش حطيت بون كانوا يحطوا بون اللي يحطوا لانفورماسيون ويحطوا دي تريك هكاك شغل ما يتبارطاجيوش اور لو جروب هذاك باغ اكزومبل دوكا ولا غير يجيو يبارطاجيو اشياء ما يسحقوا تقولي والو صح يا ودي ما نقول والو لا فورماسيون بيان سور بيان سور دي فوا انا دبت لي خطرات طرحت اسئله ما كانش لي جاوبني بون انا التما اللي دخلت ادسنس ما كنتش نعرف ادسنس التما اللي بديت يوتيوب وبلوجر بديت ادسنس بصح واش نلقيت باللي يلزم لي فوكس فيه يدي لي وقت كبير انا هذا هو البروبليم اللي عندي ونصيحه للناس اللي متفرجوا فينا الا عندكم هذا البروبليم غير سيو تريغليوه باسكو هذا صح بروبليم بارمي الناس اللي كانوا في لو جروب هذاك ينصحوني اسيا ما تقعديش تصوتي من حاجه لحاجه ماكيش حتى نجحي ماكيش حتى ضربي ضربتك في حاجه هذيك اللي كتصوتي منها تخدمي اليوم سمانه غدوه ديري حاجه واحده اخرى ما تظنصيش هكا وصح كان عندهم الحق عندي عام وين فوكسيت في حاجه واحده اللي هي سي او دي افونسيت قسم انا افونسي في 4 سنين اللي فاتوا تما كنت نضيع في الوقت دونك من ادسنس لقيت بلي مانيش ندخل دراهم كبار كاين الناس اللي دخلوا بزاف دراهم كل واحد كيفاه وميم طون ما كنتش عطيت له وقتي تما الانرجي تاعي ما كنتش افون معطيتها لادسنس اسمح لي فواتس تخدم بلوغر انا كنت نخدم بلوغر وكنت يوتيوب فتحت دي شان يوتيوب هكذا بديت نكبر فيهم بديت بكري ما كانش كيما دوكا راهم لازم 4000 اور تاع فيزيوناج
ولازم لك 1000 ابوني بكري كنا نفتحوا اون شان ديريكتومون تولي تحقق الدخل تولي بارتنر ديريكتومون. دونك انا باش نفهموا الناس من ادسنس في البلوغ اللي هي يكون عندك مدونه بالعربيه وتحط فيها مقالات في وسط المقالات كاين اعلانات هذوك الاعلانات راه يقول لك اي مشاهده ولا اي كليك عندك عليه خلص. فوالا فوالا يقدر يدير بلوغر يقدر يدير مدونه ولا انسيت بلوغر ولا يقدر يخدم بدي سيت واحد اخرين اللي يوفروا له البلوغ هذاك يقدر يخدم عليه يحط المقالات يقدر يكون محتوى عربي ولا انجليزي ولا باي لغه اي محتوى اي لغه هذا في الانترنت يقدر يسيب لي اي مجتمع ولا اي بلاد راه حافه فوالا سي سا لو تروك. وحنا هنايا في الجزائر النقره ضعيفه بزاف تما يعطوك 0.0 مي في بلدان واحد اخرين نقره واحده يعطولو 1 دولار ولا 1 يورو ماشي كيف كنت دايره محتوى عربي ولا كنت دايره محتوى عربي ومن بعد دخلت في المحتوى الانجليزي لقيت روحي بلي يلزم كاين منافسه كبيره يلزم تنفيستي يلزم وراني نحوس ندخل دراهم اونلاين ماشي نفيستي مازال ما الحقين باش ننفيستي باش نزيد ندخل دراهم تما هذه الحكايه ما كنتش قادره ننفيستي تما يلزم ندخل انا كيشط روحي بلي ما كانش ريزولطا ما كانش روندمون اللي حاباته زدت صوتك لحاجه واحده اخرى. بعد الليسانس ديالي لا ليسانس كي جبتها التم تانيت شابيتر واحد اخر شابيتر هذاك خلصت ادسنس خلصت حكايه لي سيت عرفت بلي يعني حسيت اني نضيع وقتي انا شي باسيوني بلا فوتوغرافي نحب نصور ملي كنت صغيره نحب نصور في دارنا كيحطوا كاميرا ما نصور انا نصوركم فيلميكم هكذا بدات لحقت وين بديت اسيا لازم نلقاو سوليسيون لهادي لازم توظفي الموهبه تاعك هادي في حاجه تصلح. ومن بعد كتب ربي وين بدل التليفون شريت جالاكسي اس 5 ترفعت يا طم شريت جالاكسي اس 5 في هذاك الوقت عرفت جالاكسي اس 5 يا حسره شريت ب 3 ملايين ونص انجاز هذاك الجالاكسي واش عاش معايا درنا حروب انا وهذاك الجالاكسي والله كنت نخدم به وندخل به دراهم امني وشنو كي وظفت الموهبه تاعي حاجه نحبها بديت نشوف لي ريزولطا موراها دخلت واحد لاسوسيتي يخدموا لي كومبليمون اليمونتير برك هنا الموهبه تاعك اللي وظفتيها في الريال ولا في الاونلاين ماشي في الاونلاين في الريال في الريال بديت نخدم الفيديو غرافي بالجالاكسي اس كنت نخدم فيديو غرافي كنت نروح نفيلمي الناس لي زيفانمون منا ومن بعد زاد ديفلوبات كيفاش تنديفلوبات كتب ربي سبحانه وين بابا دانا درنا عمره اون 2017 حنا درنا عمره وبارمي الجروب هذاك اللي كنا فيه كانت وحده نذكر الاسم ديالها باسكو بسبتها اللي ديفلوبيت في هذا الشيء الله يذكرها على خير واسمها فليتا نذكر برك الاسم ديالها كانت تخدم في سميره تيلي طيبت وكاطو تراديسيونال شافتني بالاف 5 هذاك دايره حاله فين مين صبر بلا بار دو سيلفي قالت لي اسيا قالت لي عندي اختي عندها اون كراش حيديروا ليفانمون تاع الفان داني تاعهم حبيتي تروحي تخدمي لها هادي كي كنا في الهوتيل تما ومن بعد كي لحقنا حتى الطياره حتى نلقى خوتها ديريكت هما جات تهضر معايا ما فهمت والو ميساج كان ديريكت اسيا كنت قدرتي تخدمي هادي بان فان داني لا ماشي مشكل باذن الله قلعوا لك الكونتاكت ديالي نديك لها الكونتاكت ايتو تما اللي بدات الانطلاقه اللي خلاتني نشري اول كاميرا ديالي اون مام طون كانت كاينه عندي اوبورتونيتي تاع الخدمه في هذيك لا سوسيتي بديت معاهم بديت عباك في الماركتينغ كي تدخل ماشي حاجه سهله كومبليمون اليمونتير ماشي حاجه سهله الماركتينغ في الديبي درتي اونتروتي على اساس انك انت واش مني اونتروتياني والو تدا انفستيسمون صغير ديرو يعطوك لي برودوي تبدا تخدم ماركتينغ انا الام ديالي هي اللي مدت لي لافاستيسمون هذا في الاولى هي خدات لي برودوي لي برودوي ا كونسوميت ما كونسوماتهم وانا قعدت تما بلاكار ديالي كوم نخدم ماركتينغ شحال لا سوم دي 2700 الام ديالي هي اللي بوساتني باسكو علاش غير كملت ليسونس انا من هذاك النوع اللي ما نحبش نخدم 8 ل 4 اسوء حاجه تقدر ديرها في حياتي تقول لي اسيا روحي من 8 ل 4 في بلاصه وحده في بيرو قاعده ما نقدرش محال نتقبلها الحمد لله لقيت مع جمال الحمد لله شرف ليا شرف ليا زعما دونك بديت معاهم كملي راهي
دونك بديت معاهم كانت بزاف صعيبه عليا باش نجيب لا بروميير فونت ديالي اول ما بيع باش جبتها بالعافيه. هي درتي تسويق على هذاك البروبليم؟ ايوا دير له ماركتينغ في لي ريزو سوسيو وتبيع. جاتني صعيبه اول خطره نصدم باش نبيع هذاك شنو من اونلاين غير بي سي كليكي تجيب شويه صرف لانك تبيع ماشي حاجه سهله باش تخدم ماركتينغ. وانا كنت قرايتي كانت في هذاك الدومين مي ما كنتش زعما عبد البراتيك هي 100% اللي تخليك تتعلم ماشي قرايه لا تيوري. لو كان ما تروحش تابليكيها ماكش حتافونسي ما حدير والو في هذاك الدومين. تما قرايتي كانت قرايه وخلاص فوالا قرايتي كانت قرايه وخلاص. جا النهار اللي بديت معاهم او ميم طون اللي باديه معاهم رحت دخلت لواحد السونتر تاع يونيفرسيتي الجي 2 نقرا انجلي. جوزت التست تست ديريكت ما طحت في النيفو 5 وبديت قريت معاهم نيفو 5 6 7 وخرجت ما كملتش باسكو كنت متمكنه الحمد لله بكل تواضع كنت متمكنه. كنت المونجي الاولى ما عجبنيش الحال خرجت وزيد باش نقعد رايحه وليا قلت هيا خلينا اني الاولى عرفت عني الاولى والله ما تحمد حش هذيك شغل لا فونتي تنقص لك في هذاك الدومين. دونك من اونجلي عاودت ماركيت ماستر 2 درت كونطابيليتي. انا كونطابيليتي هكا وانا هكا ورحت كونطابيليتي قدر ربي كونطابيليتي قريت كونطابيليتي كملت العامين دياولي او ميم طون غير كملت العامين دياولي زدت هسكري تي اس انفورماتيك تي تاع قرايه. قالت لي خلاص قرايه خلاص سي بون نقرا. كنت ندير ثلاث حاجات على فوا او ميم طون في هذاك العام اللي كنت ندير فيه تي اس الحمد لله بدات تحسن اموري في لافونت وليت نعرف نبيع. ثلاث شهور الاولاني وليت نعرف نبيع. كنت تحاولي تعرف في اليوتيوب كيفاش تبيع تعلمي لافونت؟ بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور سيرتو كيما نقولوا الاستراتيجي تاع ماركتينغ باسكو ماشي ساهله. شوف كاين فرق بين انسان يدير اعلان وكاين فرق بين انسان يدير استراتيجي ماركتينغ باسكو الاستراتيجي ماركتينغ فيها بزاف امور يدخلوا معاها ومهاره وحده اللي هي مهاره البيع ماشي كلش. تما يلزم الانسان يتعلم يدير سكيلز اللي يسحقهم ويصدم في داك الدومين باسكو في داك الدومين كي يصدم يزيد يلقى واش يحتاج يكومبليتي واش عنده كوم سكيلز كوم مهارات اللي راهم عنده باش يكومبليتيهم. انا كي دخلت الماركتينغ لقيت باللي لازم نتعلم ديزاين لقيت باللي يلزم فيسبوك ات نولي ماشي غير نتعلمو نعرف كيفاش نخدم لو بيان. لقيت باللي لازم نعرف نكومونيكي مع ديك لينيون. لقيت باللي كاين دي كاتيجوري تاع ديك لينيون مانيش حنقدر كاع نتعامل معاهم. كاين بعض الزبائن اللي ما تقدرش تكونتروليهم غير اذا كنت سمارت غير اذا كنت ذكي تقدر ديرو في جيبك. كيما كان الحال بديت نتعلم مع ديك لينيون فاصافاص رميت روحي فاصافاص كيما نقولوا الفم سبع ديريكت كيفاش نبيع كيفاش تبيع راه بوستي اهضر معاك اليوم ما تجيبش خدامي تخدمهم انت ابدا تدير كلش. اون فوا تبدا راح تتعلم كاع ماشي لي سوكري ماشي سي با دي سوكري. اون فوا تبدا تتعلم واش النقائص اللي راهم عندك اون فوا تبدا تعلمهم راح تكومبليتي روحك. دي زاستيس اللي تكمل بهم روحك. دونك انا كي لقيت روحي هكذاك يلزم رميت روحي في البحر يلزم نلقى كيفاش ندير. لقيت دي سوليسيون وليت نخدم وليت ما كانت اول بطاقه تاع بايزير لحقتني اول بطاقه تاع بايزير هكذاك 2019 لتم لي رميت روحي لقيت روحي بديت نديفلوبي بديت نشوف حاجات جدد باسكو علاش عباك اون فوا تقعد في دومين واحد تلقى روحك بلي ماكش ديفلوبي ماكش ديفلوبي وهذه تخليك تمل صح. وانا من هذاك النوع تاع لي نمل من حاجه عبيه ونصوت الحاجه لحاجه تملي ولا تقدر تدين دي كونكليون فاتو فوا كاين ناس راه تخدم وتتعلم. وانا اللي صاوب الفوتوغرافي ديزاين كنخدم لي فيديو موشن جرافيك وعندي دي كليون وساتيسفي ملي قال لك حتى كتوازون وين كان لي الناس غتفوت الناس غتتعلم كاين صون حتى تجي وانا ماشي عارفهم دونك هذه العفسه اللي واعره والعفسه اللي صاوبه تما خصك توجو ديفلوبي روحك في الدومين اللي راسك فوالا فوالا لازم ديفلوبي لازم باش تافونسي. دونك بديت نخدم طميت بديت نطم ومازالني بالعقليه تاع ندخل دراهم
ماشي ننفيستي. نقدر نقول لك بلي كنت نخدم ماركتينغ ديالي بزيرو دينار وكنت نجيب لي فونت وكنت نبيع. كان هيا كاين الناس اللي يقول لك انا ديبيتون واش لازم ندير ما عنديش دراهم. تقدر بزيرو دينار دير بزاف الامور. بديت نضم شريت اول كاميرا ديالي اللي هي لا 1200 دي شريتها ب 4300 شافيه. الكاميرا هذيك تاني جبزت معايا باركور وبدلتها وزدت بدلت وزدت بدلت ليسونسيال. قبل ما نلحقوا الكاميرا اللي شريتها كنت نضم ما انفيسيت والو وكنت ندخل دراهم وهذوك الدراهم شريت حاجه اللي نقدر نزيد ندخل بها دراهم. فوالا سي سا لازم تكون عندك اون فيزيون باسكو الا هربت لك لا فيزيون ديالك ماركش في طريق صحيح ماركش حتوصل. فوالا مالغري كو نعطيك هادي كانوا البنات اللي معايا يلبسوا ويشريوا لاباس وانا كنت غير نشوف بصح كنت لا كان عندي ان اوبجيكتيف كنت حابه نوصل. وهذه هنا هو الفرق بين بنادم اللي ينجح ويدير دراهم لازم راه لاحق لك وقت التقلاش كيما نقولوا يلحق لك وقت اللي تقلش فيه روحك. لو كان نجيو نشوفو تام لي ملياردير في العالم كامل راح نشوف حوايجهم راح نشوف كيفاش عايشين نورمال في فيسام صح اسكو لا سيمبليسيتي هي اللي فيها لو بونا. صح انا خطره شفت فيديو ماشي غير الدومين تاع الكوميرس ولا تاع البيزنس الناس اللي يديروا دراهم. خطره واحده شونتوز انا شفت لها فيديو كيما هكا كان يدور كانت متزوجه عندها دراهم رجلها قال لها شحال عندك دراهم قالت لها عندي كذا 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 قال لها اسكو تقدري تصبري 5 سنين بلا ما تسافري بلا ما تشري براند بلا ما تاكلي غايه بلا ما ديري ولا ما تقدريش. قالت له علاش قال لها تقدري ولا لا قالت له نقدر. خمس سنين هذيك تحكي عليهم باللي فوتتهم فريم صغيره ماشي الحياه اللي كانت عايشتها. من مورا خمس سنين عندها طياره تاعها عندها تروح وين ما تحب عندها لي فيلا وين ما تحب. دونك هنايا شغل زير روحك باش تريح من بعد. هذه صح زيرت روحي ما نكذبش البريميير راني تاعي في لافلافاق مزير روحي. كاين ناس بالك تبان لهم كاين الناس عباك يشوفوا انسان شويه مزير تحسب لهم بلي هذاك مش حاح ولا ما عندوش ولا نو عندك بيت حتى الحقوله تاعك تعرف الجديد الفت عليه بيرو دابا تاع عام ولا عامين نصرف 10000 في النهار 100 دينار اللي كنت تخاوى بها شركه وطرونس طياره. انا كنت نفطر في لافاك بكاسكروت كارونتيطا تاع 15 مية شافيت لها كيما دوكا والحمد لله باسكو بالك لو كان هذاك الباركور ما جستش عليه ما لحقش وين راني دوكا. انا هادي عندي في راسي ما يقدر حتى انسان ينحيها. الانسان اللي يكون حاب ينجح يساكريفي. انا هادي بور مو ما تنحاش. هذا اللي هو ما تعرفش انت في صح من الناس راهم صح كي نقول لك باللي عيشي واش كون دور لك غدوه شكون منا شكون من هيك مي اليوم تعرف انت اللي كنتي صح. يا جوني تقول يقول لك من الغدوه بالك تموت صح راني داير حسابي بلي راني حنموت ما نخلي والو خليهم وراك غير الخير. هذا ما كان ما تخلي الناس يسالوا لك دراهم ما تخلي الناس تهضر عليك بالشر. هذا ما كان الحمد لله دوكا انسان ما كلاش الحرام ما كداش سي سا لو بلوز امبورطون. دونك الميساج من هذه الهضره كاع انه بدينا من والو صح بديت انا من والو. دونك انا كنت نفكر كاش كنت وكاش وليت الحمد لله مالغري كو مازال ما وصلت لي راني حابه ومازال باش نقول على روحي اني ناجحه من الحمد لله. دونك نحكيو على الماركتينغ باسكو علاش بالك بزاف اللي راهم يتبعونا هنايا حوسوا على الماركتينغ حوسوا على النقاط هذه بزاف. ماركتينغ كنت نبيع بزيرو دينار ما كنتش ننفيستي اسم هادي هذا ميساج ليهم باش يعرفوا بلي تقدر تبدا من والو صح. اول كاميرا ليا شريتها ثاني تبديت نخدم ليها نخدم بها لي شوتينغ لي فيديو لي زيفانمون خدمت سورتو لي كراش باسكو البدايه تاعي كانت مع اون كراش تما ولاو عندي دي ريلاسيون مع لي كراش الاخرين دي كونتاكت باسكو علاش هي ديجا ولات دير لي دي كونتاكت. موراها شفت بلي مانيش ندخل دراهم مليح مانيش ندخل دراهم مليح بلا فوتوغرافي ولا فيديوغرافي. دونك واش درت قلت يلزم لا فيزيون تاعي نبدلها يلزم استراتيجيه هذه اللي دايرتها نبدلها باسكو ماشي حتخرجني. شفت الماتيريال هذاك في الكاميرا بعتها عباك واش معناتها باسيوني بلا فوتوغرافي وكان حلمك انك تشري كاميرا احترافيه تروح تبيعها شغل نحيت من روحي حاجه وما ندمتش باسكو موراها جاوني ثلاثه اربعه خمسه ولا عندي بزوج ثلاثه باش تشوف بلي ديك لا ديسيزيون اللي بالك نشوفها انا عيانه مي راح تمد لي ان ريزولتا واحد اخر كاع. باش تكون ريسك عاوتاني ريسك باسكو اللي بعتي حاجه ممكن تقدر تدخلي بها دار
كنت قادرة وين حطيتها وين استثمرتها ماشي سوات. انا استثمرتها في تاع الماركتينغ ومن بعد التملي وليت نانفيستي الدراهم تما اللي بديت نديفلوبي. دونك هنا الماركتينغ قلتي بلي من والو من زيرو دينار ماشي لا ميثود اذا نقدر نعرفو لا ميثود بون فيسبوك راكم راهو قدام اي انسان كامل عندهم فيسبوك دوكا دريزور عنده فيسبوك وشنو فيسبوك دوكا صعبها شويه علينا ماشي كيما بكري بكري كنا نخدمو الاز مالغري كنا اورلا لوا ديالو كنا اغينست ذا بوليسي تاعو بصح الحق نار وين غلق لي غلق لي اون 2019 تقدر تقول اول حساب اعلاني ديالي ومن بعد فتحت تما لا بيريود هذيك تقدر تفتح شحال من كونت عادي ني بلوس ني والو فتح اون ادريس ميل افتح كونت وخدم لي باج افتح وخدم بصح وشنو حنا كنا بلا مونطال كنا تمشيو كيما كان يمشي فيسبوك معانا كان فيسبوك عاقل معانا وكنا عاقلين حنا ثاني باجا وحده وزوج مات نخدموا بهم العام كامل وحنا نخدموا بهم ومن بعد كي ولات في الغليق قلنا تبدلت الاستراتيجي تبدل كلش دونك بزيرو دينار هي الديبي تاعك زيرو دينار عندك ماركت بليس عندك ماركت بليس فتح باجا بارطاجي في لي جروب عندك صاحبك عنده جروب معروف روح بارطاجي معاه مدلو لاباج ديالك يعاونك تجيك لا بروميير فونت في ستوري تاع صحابك في ستوري بارطاجي 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 حط انونس بصح وشنو كاينه حاجه كاينه لا فيزيون تاع انسان في الماركتينغ كيفاش اسكو هذيك لا فيديو واحد تنجح له اسكو هذيك لا فوتو اللي خدمها حد تجيب له دي فونت لا اسكو الديسكريبسيون اللي دايرها تجيب له دي فونت اسكو هو كي يهضر راح يجيب لا فونت هذيك تما كاين دي تكنيك كيفاش يجيو هاد لي تكنيك لي تكنيك يجوب ليكسبيريونس تصدم كيما قلت راني نروحي في وسط البحر وسلكت روحي هادي هي ايوا فوالا نوريست نوريست صح سي فري سي فري دونك ترمي روحك راح تجيب لا بروميير فونت ديالك ما قدرتش ما عندكش راس مال باغ اكزومبل انا انفيستيت انا يما لي انفيستات في بلاصتي ما عنديش دراهم خرجت هذاك وين تخرجت من الجامعه عندي والو تقدر تشوف هذاك الانسان ولا تهضر مع اي انسان اللي عنده داك البرودوي قول له يا اخي نخدم عندك ماركتر اعطيني لي كوميسيون نبيع لك نجيب لك لافونت واعطيني لا كوميسيون دير دراهم دير راس مال ما تبدا وحدك علاش تسنى حتى يمدوا لك ولا هذه لا انت ماكش قادر تهضر وعندك عزه النفس ماكش قادر تحت تطلب هذاك الانسان روح اخدم كش خدمه زير روحك على الاقل الصيف نقولوا تقرا الصيف الدراري يقدروا يخدموا في الصيف روح الصيف زير روحك اخدم جيب راس مالك ابدا كلام البنات يقدروا يخدموا الا انا حطيت هذا الوقت تقضي من الدار حرفه ما باش دوك في اليوتيوب تتعلمي اي حاجه هذوك الشمع اللي كرام اكدا منا من هي هذوك كامل كيوتيوب كان بكري كان شويه محتوى ناقص دوكا هي منافسه ما كان دوكا لو كنت كنروح باغ اكزومبل نروح نشري حاجه ونصيب عليها غاليه بزاف نقول لها هذه نقدر نشوف بلا ما نحوس في اليوتيوب من ان السيور ديال القاعه باش نخدم في اليوتيوب تلقاها 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 كاع لي دومين دوكا ولاو كاع الناس يحطوا المشكل تاع ضغط الحسابات وضغط حساب الفيسبوك انا واحد من الناس اللي تغلط لي خطا دوزيام عاش تغلط كامل ولقيت ناس كيما هكا دونك انا نظن بلي المشكل في النوعيه المنتجات اللي يخدمهم هذا الانسان اللي راه تبيعوا له دي كونت بزاف دونك النوعيه دونك هنا المشكل ماشي مشكل انه فيسبوك راه يغلط دونك بالنسبه لي فيسبوك ما يظلم ما يدير والو دونك انت اغينست لي بوليسي كيما قلت ايوا فيسبوك عنده بوليسي ديالو يديتكتي حاجة صغيرة راح يشوفك انك انت سبام ولا هاكر ولا كتير تدخل هذاك لو كونت باسكو علاش بعض الامور اللي انا ما نحبهاش في المجال هذا انه كاين الناس كي كونتاكتيو السيبور تاع اي سيت ويب يكذبوا عليهم بارمي لي تريك اللي كانوا يديروهم ولا لي سوليوشن كانوا يديروها يهضروا مع السيبور يقولوا انا مهاكاوني ام هاكاوني او واحد دخل وهو يدير لي بوب ماشي انا اللي كريت لا بوب هذه ولا قولوا ماشي انا اللي كنت ندير هاد الات هاد الات اغينست البوليسي تاعكم ماشي انا اللي كنت نديرهم هذه هي خلات فيسبوك يزيد يزير بزاف تما كاين بزاف عوامل اللي اثروا على الالغوريثم كل مره يتبدل تتوصي بارجون اللي يكون هكا يخدم كاش مارك ولا عرسه ولا فيسبوك توجور يغلق له دونك تتوصي يبدل كاع النيش ولا يبدل البرودوي ولا اذا كانت الارباح كبيره يقدر يدير الحل اللي هو خريف الكونتيورني شوف قبل نكمل لا كيستيون الاولى ونزيد نجاوبك على هذه كونسيرنون لا نيتش
لي برودوي كيفاش هو يتغلق فيسبوك. فيسبوك كاين وين يديتيكتي يديتيكتي شغل ان سبام ولا ان هاك ولا يغلق لك. وكاين وين يديتيكتي لو برودوي اللي كتخدمو البرودوي اللي كتخدمو محروم ولا اغينست البوليسي تاعهم يغلق لك. ما حوش كاين يفهم حوش كاين يفهم دوك الالغوريثم ديفلوبر بكري كانوا اون بيرسون في الديسكتوب تاعهم هما لي فيريفيو دوك لا ولا الالغوريثم غير يديتيكتي يغلق لك عبيها ولات انا نشوفو فيها بزاف تفتح دوك يغلق لك دوك كيفاش يا سيدي هذا تفتح دوك يغلق لك دوك ايوا كاين يقول لي يعس فيا واش يعس فيك الالغوريثم ديتيكتاك هذه هي دونك لانيتش بار اكزومبل انا نخدم لي كومبليمون اليمونتير ونخدم البارفان البارفان غير كيما بديتو ما عنديش شحال ما با عندي عام ونص هكاك ملي بديتو البارفان نقدر نقول لك نيامات الاولى نورمال كنت عايشه على بالي نبيع لافونت كاينه بينيفيس كاين الغليق ما كانش ومن بعد بدا يخبط هي الواعره كاع وين راهي كيغلق لك لاباج ماشي لو كونت لاباج كيغلقها حسب الكوميونيتي اللي كانت عندك لي جام مام الات صغير تطلقو يجيب لك ريزولتا يكون سي بون يكون فيسبوك دار ستادي على الاودينس تاعك يعرفهم بيان يعرف واش يدير لك تارجت مام ديرو برود يعني مفتوح راح يلقى لك تارجت تاعك ماشي كيما كي تكون باج جديده يلزم تنفيسي هذيك 50 دولار على والو غير باش يفهم ويقرا الاودينس تاعك دونك لانيتش انا مبتدئين نقول لهم لانيتش غير اي في تي ولانيتش اللي فيها لي كومبليمون ليمونتير واللي فيها لا مارك اي في تي نهائيا باسكو يغلقوا لكم عبك ديجا هو راهو في الديبي انا دانيير مو حطيت في تيك توك فيديو اللي قلت لهم ندير لكم 2.5 يورو لي كونت علاش باش نعاونهم باسكو انا ما عنديش مبتغى تاع بيع ولا باسكو نقدر نقول لك ندخل الدوبل تاع دراهم بلا ما نبيع حتى حاجه دونك المبتغى تاعي كان باش نعاونهم دوك انت ديبيوتون راك داخل لو مارشي جديد راك داخل لو مارشي جديد وتلقاهم بعدا تلقاهم بعدا تيك الفيسبوك يغلق لك فيسبوك يغلق لك تلقى روحك في الخساره هو مسكين هذا وين بدا بالك راح يخدم ولا انا نزيد صابوطيه تلقى كاينين الناس اللي يستغلوا لي ديبيوتون هادو ولا يستغلوا الناس تلقاه يزيدوا بالك 10 يورو في ان كونت واحد عاونو خليه يخدم بالك حيولي يشري عليك دائما ادي معاه 5 يورو راح تكون في الفايده معاه يقعد يشري عليك وقت تعاونو وقت تزيد عاود خير انا هكا نخمم راهم يغلقوا فيسبوك سون بيتي تما انت واش يلزم عليك دير لي سوليوشن بارمي لي سوليوشن هادو انك تفتح بليزيور كونت انك توجد لي كارت ناسيونال ولا الاي دي تاع شاك كونت شاك كونت تخدم له الاي دي تاعو نقولوا فتحت انا دي كونت تاع الجزائر كيف وجد له الاي دي تاعو ماكش قادر تفتح انت فنيان ولا روح عند باباك خوك عمك خالك عنده كونت قول له يا خويا اعطيني وبدل المود باس خلي لي برك نفتح برك الفيسبوك ادز عندي ونخدم بها تو سامبلومون انايا لا دانيير فوا تلمو عييت من لي كونت تلمو عييت منهم واش درت شريتهم فتحتهم خليتهم يتورماو وجبت دي كونت تاع واحد اخر تاع بنت خالتي تاع ماكوزي وكنخدموا به وخدمت به خدمت به قريب شهر جاب لي ريزولت الله يبارك على الصفحات اسيا كاين اللي يقول لك لازم نشري صفحه فيها لي جام بزاف وصفحه طالعه خير ما نبدا صفحه من الزيرو انا راني معاك باللي كتب عندك صفحه شويه طالعه تساعدك في سبونسور باسكو يكون يعرف الاودينس مي لي جام هادوك لو كان تبارطاجي انت بارزون بوست نورمال سون سبونسورينغ ما يجيبلكش ريزولت باسكو كيعرف الفيسبوك كيفاش يخدم الالغوريثم تاعه دونك اسكو تكونسي الناس يشرو دي باج طالعين باش مدي كا 15 كا ولا دي كونت انستغرام ولا متكونسيهمش يبدا الكونت تاعو من الزيرو يسبونسوريزيه ويدير له ماركتينغ تاعو ويجيب لوديونس تاعو هي شوف الناس اللي يخدموا سي او دي قبل ما نهضروا على الكونتنت ولا الناس اللي يخدموا الكونتون نهضروا على الناس اللي يخدموا على دي برودوي في البرودوي ما يهمش تكون عندك كوميونيتي في البرودوي ما يهمش تما لي باج دو بريفيرونس يا انت تكري اون باج جديده وتخدم عليها غير بالعقل تخدم سيو تانيت سيو واش معناتها الامور اللي يخلوا لاباج تاعك هي اللي ترانكا الاولى الناس غير يكتبوا في السيرش الحرف الاول ولا الدوزيام تخرج لهم انت الاول هذه هي واش معناتها سيو بكل بساطه باسكو ما يفهموهاش بزاف الناس دونك سيو هذه هي اون فوا جيت تكتب تخرج انت الاول كيفاش انت تخرج الاول عندك الهاشتاغز عندك الديسكريبسيون ديالك عندك كيكون تكون لاباج ديالك فيها ان سيت ويب راك داير كامل واش يلزم وتلحق ثاني ان سيرتان شيفر تاع الاجام دونك مانيتش ديالك اذا انت عندك برودوي تخ
تخدم وتبيع والسلام عليكم وتبدل برودوي ما تشريش باجه. بصح اذا انسان يخدم برودوي واحد باين وماشي يخالف القوانين تاع البوليسي تاع فيسبوك يقدر يشري اون باج ويخدم عليها. بصح ما نضمنلوش ما تغلقش. هذه هي المشكله. دوك انت تنفيستي بالك 2 ملايين في اون باج كبيره وعندها ناس يتبعوها وكذا وكذا ومن بعد تلقى روحك غلقولك ما تسيي ترجعها ما ترجعلكش. دونك هذا هو البروبليم. انا ما ننصحهمش يشريو سورتو لي ديبيتون. كاين حاجه برمي لي استراتيجي اللي يقدروا يخدموا عليها اللي ثاني ممكن تضر الالغوريثم مي ممكن تنفعهم. دوكا حنا نقعدوا نجربوا. لازم تجرب باش تقدر تاخذ لا ريزولتا وتحكم على داك الشيء. كاين المواقع اللي يبيعوا لك لي جام او ليو نتا ما تشري اون باج فيها لي جام روح شري لي جام لا باج ديالك تستقام لك رخيصه وتانيت ما خاسر والو. اي عندك لا سورس وين تخدم باسكو بوسيبل هادو لم يبيعوا لهم لي باج يخدموا بهذا الاستراتيجي فوالا. وكاينين ناس واحد اخرين اللي يشريو لي كومونتير يشريو لي جام تاع البوبليكاسيون. انا هذيك ما نحبهاش باسكو راك تسي تخدع في لو كليون. هذيك تدخل في انك تخدع في لو كليون. انا هذه ما نحبهاش فوالا. دو بريفيرونس لي جام لا باج. معليش انا ندالكم نصيحه اخدم على لاباج ديالك بلي جام اللي تشريهم. بصح باش دير لي جام باش تهف الكليون هادي ما هادي راك دخل دراهمك في الحرام. ميم انا كونسي انه يفتح دي كونت بارتو قال لي بلاتفورم حتى باغ اكزومبل تيك توك. كاين تيك توك اللي الناس حاقرينه عبك لا ريشيرش بكري كانت في جوجل ومن بعد طورت شويه ولات في اليوتيوب. انا اليوم كنروح نشارجي في تيك توك باسكو على بالي بلي تيك توك فيه محتوى وفيه صوالح دي ريبونس للكيستيون تاعي. وما احنا دروك انا في عصر السرعه شكون دروك لا يتفرج لك فيلم يرحم بابك. دروك لا بلي بارت تلقايهم في التيك توك يتفرجوا الملخص تاع الفيلم هذاك ولا يتفرج لقطات من الفيلم هذاك يفهم كلش. دونك انا مادابيا في بلاصه ما نروح نشارشي في اليوتيوب على سوليسيون ولا على برودوي ولا حاجه اللي نسيف فيديو فيه 15 دقيقه نصها ابوني سبسكرايب كومونتي كذا منه نروح للتيك توك نكتب يخرج لي في 15 سكوند واش راني حاب ديريكتومون الزبده المفيد. دونك ما يحقروش تيك توك ويبارطاجوا في تيك توك وتما يلقاو ريزلت ثاني. تيك توك ما نقدرش عليك شغل ما نقدرش نعبر عليه والله ما قدرت نعبر عليه باسكو الالغوريثم تاعو حكم واحد ولا حكم متبادل تا واحد بني اما قالاش طلقت لهم فيديو وحده كاع هجموا ايا تما بدات الشهره. بون تيك توك بارمي سيرش انجن تاعو ماشي نورمال ماشي نورمال ماشي نورمال. ميم لي فيديو ميم لي فيديو لما يتحطوا بكري كنا نشوفوا غير تاع الغنايت وشطيح كيما يقولوا مي دوكا ديفلوبا بزاف سورتو كي ولينا حنا ولاو ناس كيما انت وناس كيما اللي يقدموا محتوى اللي ينفع ولاو كاينين في البلاتفورم هذه. باسكو بكري كان غير غنى صح اون رياليتي كنت كي ندخل يخرجوا غير الغنى مي كي بدا الالغوريثم ميم تاعني تاع على حسب انت واش دير لي جا كي الالغوريثم بدا يوالف فيتو بداو يخرجوا لي فيديو اللي يصلحوا وصح كي تحب دي فيديو ملاح تلقى تافه. دونك هادي نعاود ثاني نصيحه للانسان اللي باغي يستغل وقته في الانترنت ساهله يدخل تيك توك يابوني دي كونت ملاح يدير دي جام ودي كومونتير في الفيديو اللي هو حاب يشوفه ماشي يحب يشوفه راح باغي يتعلمه مستقبلا باغي يشوفهم بزاف راه باغي يكون هاد الدومين جام دي كومونتير تيك توك واحد اللي يتهلا فيك تولي انت كي تدير تليفون راك في الفايده ما راكش واش صحيح. دونك هادي انا على بالي بلي درتي دراهم واحد النيت واحد الدومين ماشي واحد النيت دونك مادا بيا نعرف اما ميرش باي امازون واش درتي فيه وكي دي بي واش درتي فيه. ميرش باي امازون اول منصه اللي تقبلت فيها في الامازون باسكو امازون صعيب باش يقبلك. نهار قبلني ما امنتش بديت فيه حطيت دو ديزاين وبعد شفت بلي منافسه كبيره كبيره منافسه ماشي نورمال ايا قلت خلينا مالغري كو يحلموا باش يدخلوا فيها. بين قوسين مين تعلمت الديزاين؟ وحدي يوتيوب 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 تعلمت الديزاين فوتوشوب اه الستريتور ما تعلمتوش تعلمت غير فوتوشوب زين. دونك البدايه تاعي كانت في ميرج ومن بعد من ميرج بداو لي ريشيرش ثاني في يوتيوب كي عباك كي تكتب حاجه الكيورد هذيك واللي يخرجوا لك لي فيديو ريليين هذيك لا فيديو. خرجت لي واحد الفيديو تاع مغربي ثاني تاع عايش في الانجليز يحكي فيها على كي دي بي. كي دي بي هذاك وين بدا العرب ما يعرفوهش الكوري يعرفوه بصح العرب ما يعرفوهش. بديت فيه تقدر تقول من الاوائل اللي دخلوا في كي دي بي. كي دخلت فاسيلمون باسكو علاش الايميل كان كيف كيف فاسيلمون اكسبتوني ثاني دخلت
بديت نتعلم علاش عجبني كي دي بي. كي دي بي انا جاي نشرح كي دي بي. كي دي بي وشنو هو؟ هي منصة الناس يحطوا فيها يديروا البوبليشمنت تسمى يبليي والكتابات تاعهم. بون مي الكتابات هادو كاين النوت بوكس، هي منصة تبع امازون، تبع امازون يكريو فيها الناس الكتابات تاعهم يحطوهم اون بي دي اف. وإذا كاين يقدروا يشريوه من امازون بعد ديهم المنصة واحدة اخرى يشريوه فيزيك تسمى كتاب حقيقي بي دي في. بي دي في هذه تراحي بي دي اف. بي دي اف ولا كتاب ملموس. بون كي دي بي وشنو؟ كي دي بي فيه انك تنشر الكتاب تاعك. بصح هذا الكتاب وشنو؟ هذا الكتاب انت دير ديزاين تاع الغلاف والداخل يقولوا الانتيريور ديزاين يجي يا ديلين يا يجي تكتب فيه كيما مذكرات هادو كيما زعما تاع يوميات تما سيدي بلوك نوت اللي يتباع عندنا هنايا. هما تما ماشي كيف كيف يتباعوا بالديزاين شغل حاجه شابه. دونك انت تخدم عليهم. بديت الحاجه الاولى انه ساهل في الخدمه ما يدوموندي لكش بيسي بيسي ريفيرونس كبيرة ولا يدوموندي لك وقت كبير. انا هاي اللي كلاش عجبني كيف دخلت فيه اول حتى لقيت واحد حطيت النوت بوك اللولاني يا ني شاطرة انا كاتبه دوزيام الدوزيام تروازيام ودير ديزاين. وكيفاش كنت نخدم ديزاين؟ نروح نشوف لي سورس الفري تما اللي ما عندهمش حقوق تاع النشر باش ما يغلقوليش لو كونت. نروح نرفد نخدم 3 4 5 6 ونسيتو. حطيت واحد 20 كتاب 20 نوت بوك ونسيتو سي بون برد فوكو يسيت في حاجه واحده اخرى. راني قاعده هكا نلقى فايزيرا بايمو مين جا لي بايمو هذا يو كي يو اس. هو البري تاعهم يلحق حتى 10 أو 15 دولار عندك نتايا بورسونتاج تاعهم عندهم بورسونتاج هما وانت فهمت والو منين جوني دوامات. قلت هذاك السيت درت هكا قلت مشكيت باسكو تاني تبلا والو قبل ما يصدموا كاع كانت منافسه كبيره ودوكا ما نحكيش منافسه ولات كبيره بزاف باسكو كاينين اللي ولاو يخدموا بواحد تولز يحطوا في النهار 100 نوت بوك 100 كوفر يحطوه في النهار تسمى انت يلزم تلحق لهذيك لا فيتاس تاعك يلزم تزيدها سينو تقعد ديبيوتون. جبت اول مبيعه والدولارات اللي قاعد نقول منين جاوني منين جاوني حترت الشاشه ما عرفت باللي ملت زدت حطيت حلات لي ايوا كاين دراهم هاي راني هنا وخليته. هذه هي الحاجه المليحه في الامازون انك تخدم تحط تكون قادي يجوك دراهم باسيف انكم فوالا. دونك اون بعد نسيت كي دي بي كي دي بي نسيت دوك عندي شحال ما دخلتش في البلاتفورم لي بايمون يوصلوا يلحقني البايمون برك نحب نكون بيان في راسي نحب نزيد لي ديزاين نزيد نخدم. وشنو الحاجه اللي فيه اللي مليحه لي ديبيوتون؟ انه ساهل ما يطلبلكش وقت وما يطلبلكش ديزاين كبير. الانسكريبسيون فيه سهله سهله الانسكريبسيون يقبلوك رابيد ماشي كيما ميرج. ميرج ما بالك لو كان هاد الهضره كاين يعني عباد اليوم ناجحين فيه ميرج انا ما نجحت فيه ميرج تسمى ماشي معناتها وحده وناجح انا نجح فيه ثاني. انا ما نجحش فيه ميرج وما ادري انا ديزاينر كما نقول نخدم ديزاين كافين ديزاين وكان عندنا كونت من ما نجحش فيه. سبحان الله انا تن ما نجحتش فيه ميرج خليته ولا مبيع. انا تن ولا مبيع كي دي بي اللي كما كنت نستنى فيها من والله تلقيت المبيعات ودرا ما فهمت والو. المهم موراها زدت عاودت بانت لي على الافيليات ماركتينغ كليك بانك ماكس بونتي. ماكس بونتي السيت لي ما كنتش نستنى تاني ونهار قبلوني. قولك حاجه نهار قبلوني حطيت ستوري في انستغرام عباش كانوا معايا امريكانيين في انستغرام ما فهموا والو كيفاش قبلوني في ماكس بونتي ولاو يبعثوا لي باش يخدموا معايا في ماكس بونتي باسكو بالك بارمي لي سيت تاع الافيليات لي ساهل يعطيك اللي كليك تاع لي تيليشارجمون تاع لي زابليكاسيون ماشي كيما كليك بانك. كليك بانك فيه لافونت فيه لافونت تاع لي برودوي جبت مبيع يعطوك كوميسيون ما جبتش ما كاش كوميسيون. الاخر نو الاخر فيه حتى لي زابليكاسيون لي تيليشارجمون تما مفتوحه وعندك لي استراتيجي تقدر تخدم عليهم تقدر تخدم الاس في ماكس بونتي اللي يقدر يخدم فيه ويقدر ينسكري فيه ننصحو يبدا فيه. بصح وشنو مزيرين كيما فيسبوك
تغلط يا غنقول لكم تغلط يا غنقول لكم. درنا فيه ريزيطا في بريمي جور ومن بعد درت بارتنرشيب مع واحد امريكاني ولينا نخدموا فيه. وكليت ما خدمتش فيها ما خدمتش فيها. انا الحاجه السهله اللي تدخلي دراهم هذه هي يعني تم بار اكزومبل كي دي بي شفتوا باللي ساهل ما ياخذليش وقت كبير و ميم طون فيه دراهم دخلت فيه. هذه جو بونس هذا البوان المشترك بين كاع حنايا اللي نخدموا بار انترنت انه نسيو شحال من حاجه والناس حاسبين باللي ما طحناش. طحنا كيما نقول لك بار اكزومبل الافليات ماركتينغ ما دخلتش ما نجحتش مرج باي امازون ما نجحتش وتعبت فيهم في زوج الافليات ماركتينغ تعبت تعب كبير كان عندي كونت في كليك بانك تعب كبير حسيت بلي صحتي طاحت فيه بعد سبحان الله الرزق عند الله دونك تدير الاسباب ومن بعد تشوف مي ماشي كي دير الاسباب وما تتوفقش تستسلم بدل شويه غير الطريق ديفي دوكا عندك ديفا ديزانفورماسيون عندك باك جراوند ديفي غير شويه روح دومين واحد اخر حداه يشبه له وشوف عندك شوف دروب شيبينغ ما نجحتش مرج باي امازون ما نجحتش الافيليت ماركتينغ ما نجحتش نجحت في الفري فريلانسينغ والاي كوميرس دونك خمسه تاع لي دومين نجحت في زوج ثلاثه ما نجحتش فيها دونك شوف بصح بدا ميسي كلش انا بسبت كي دي بي وميرج وهادو اللي تعلمت الديزاين وليت نخدم تاع لي لوغو وليت نخدم للناس ديزاين كاينين اللي يلقاو في فيسبوك فريلانسينغ خدمت فريلانسينغ غير مع الناس اللي نعرفهم ما كنتش نخرج خدمتي بزاف باسكو باش ما طيحش عليا لا شارج باسكو او ميم طون شوف هذا واش راني نحكي لك كاع كنت نقرا ونخدم النتورك ماركتين في الكومبليمون اليمونتير اللي كنت نحكي لك عليه كنت باسكو علاش ومن بعد في تي اس كنت ابرونتي و ميم طون نقرا حضوري يومي شو الفلسفه تاعك انت دروك كيش كي كيما نقولوا على بالي بلي الوقت اللي كملتي القرايه ما كانش عندك مدخول كبير علاه كنتي حابه ديري قرايه شي واحد اخرين في تي اس اكسيتيرا واش هو لو بي تاعك هنا شي الفلسفه اللي كدور في راسك اسكو كنتي خايفه ما تلقاش خدمه ولا واش كنت حابه نلقى روحي ونديفلوبي روحي هذا ما كنتش قرايه باسكو دي ديبي واش كنت نقرا ما كنتش حابه ندير ما كنتش حابه واش كنت نقرا ماشي باسكو ما فيهاش خدمه باسكو فيها خدمه واش كنت نقرا فيه خدمه بروبليم كو انا ما كنتش نحس روحي بيان كنت نحس روحي انس دونك زدت درت انفورماتيك ولتما زد ديفلوبيت الحمد لله باسكو شوف اي حاجه ديرها في حياتك تخليك تزيد طافونس زد ديفلوبيت لتما باسكو كنت داتابيس عاونتني شويه عاونتني بزاف امور او ميم طون كي كنت ابرونتيساج اللي كنت نديرو في واحد لا سوسيتي اللي كبيره بزاف كنت نتعلم كنت نشوف ثاني الخدامين كيفاش كنت بون اسي انت هنايا على بالي بلي البيريود اللي كنت تقرا فيها ما كنتيش تدخلي بزاف دراهم مي كنتي حابه تكملي قد درتي تي اس اكسيتيرا نبغي نعرف الفلسفه تاعك هنايا واش كانت كنتي تقراي باش تحوس باش تلقاي خدمه باش تدخلي دراهم ولا كنتي تقراي باسكو كي حبتها ولا باش ديفلوب ما فهمتش انا واش هي الفلسفه اللي كانت تما في هذيك البيريود سؤال صعيب هذا جاوبتي عليه قبل الاخر بغيت تعبيها جاوبي كنت نقرا باش نلقى اسيا لقيتها الحمد لله كنت نقرا باش نشوف اسيا وين هي رايحه واش هي تحب صح واسكو واش كاين في دماغها صح اسكو وين راهي تمشي لا فيزيون تاعها هي جوست باسكو انا ديال ديبي قلت لك بلي ما كنتش حابه نروح البرونش تاع كوميرس ودار ابراهيم شكون اسيا لا ما قلت دونك ومن بعد درت تي اس في تي اس او ميم طون كنت نقرا وكنت نقرا في لافاك ماستر 2 كنت مازال ما كملت وبديت تي اس تي اس عاونتني بزاف تما كنت خايل كنت نقرا ماستر 2 و تي اس وكنت نخدم ماركتينغ بين ثلاثه في وقت واحد تما قريتي حاجه انت ماكش حابتها فرضت عليك وما عطاتش قلبك تخليها فوالا ورحتي درتي حاجه تبغيها ومن بعد دايره حاجه ديال انت باغي تدخلي بها دار تما ثلاث سوال في وقت واحد كانوا بزاف اللي ما يفهموا والو يقولوا لي وي كابابل كي تحط روحك في امر الواقع يبوش يور سيلف تقدر طبيعي. مهما كان يمكن صح هي تبان مستحيله سورتو الطفله بالك ولد نقول لك باسكو عنده يقدر يديبلاسي في الليل يقدر يخدم ديليفري انا طفله كيفاش حندير نوفق بين هاد الثلاثه كامل في وقت واحد كيفاش عندك الماستر في لافوك ما كناش دائما نروحو والتياس انا كنت ابرونتي ساج
واش معناتها معناتها 3 ايام سوسيتي نتعلم ويومين حضوري نقرا باغ اكزومبل سوسيتي ما كنتش نقدر نخرج عندك 8 4 بالبوينتاج خدامه يرفدني طونسبور يحطني مع العشيه دونك كنت في 3 ايام هادوك نخدم نسين ندير لي فونت تاعي والديليفري نديرها في اليومين اللي ما نقراوش فيهم اللي نقرا فيهم في الاستديو فدير كان يجيو دي كوموند باش نروح ليفريها باش نروح ليفريها ما نقدرش زعما اليوم جاتني كوموند ما نقدرش نحط هذيك لا كوموند ولا ليفريها دونك هذوك لي 3 جور تاع 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 السوسيتي ما ندير فيهم والو راني في السوسيتي نتعلم ولي 2 جور تاع القرايه كنت يا نبكر صباح نروح للخروبه نحط لي كولي كنا نخدموا سي سي بي كنت نخدم سي سي بي ولي كولي نبعثهم باربيس وينا مع العشيه كامل نسيت 3 ونص نخرج نخرج بكري ونروح نفريهم ونولي للدار وبارمي لي تريك اللي كانوا يصراولي كنت لحق شويه ريطار كنت لحق شويه ريطار القرايه البروف مالي وين كنتي يا شيخ كانت سركاله فلاكوت وكون غير فلاكوت ادخلي ادخلي باسكو كنت حاوز نقول لك لي خروبه اللي بري ما كاش منها ما كاش منها ما كاش منها دونك فوالا دونك كنت ندير هاد لي تريك والحمد لله الحمد لله بعدها بعد ما كملت في مارس غير كملت تي اس بون سوتنيت الاولانيه ماستر كملتها ومن بعد قعدوا لي واحد 6 شهور هذوك تاع تاع الميموار ايتو وحدي ني بينو ني والو كملتهم جوست سوتنيت لا سوتنونس ديالي كانت في مارس موراها كوفيد غلقوا كاع الجزائر الزهر غلقوا كاع الجزائر حاجة اللي ضيعتها ضيعتها داك الوقت اللي كنا قاعدين فيه في الدار نكذبش عليك قلت الجزائر غلقات ما كاش كاش نخدم ديليفري ما كاش كاش ندير ما عندي ما ندير وندمت على داك الوقت باسكو علاش في هذاك الوقت كاين الناس اللي صح صح خدموا الوقت هذا انا قلت ديليفري تاعك واش تفوت ما يضيع ضاع ضاع لي داك الوقت وندمت عليه باسكو علاش لو كان كان على باب لي كاين ديليفري كان ما قعدتش قاعده نخدم مع الديليفري فهاديك لا بيريود اللي عرفت المكتب تاع التوصيل المعروف كامل في الجزائر هنايا عرفتو بالباد بوز باسكو كاين الناس دوكاتي كي تهضر معايا يقول لك اه انت ضليتي تهضري على سوسيتي ولا على بالوش بلي بالباد بوز يزيدوا لك ليهم تاع لا سوسيتي على بالوش انا برمي الناس اللي عرفوا هذيك لا سوسيتي بالباد بوز تاعها بالسيرفيس تاعها على انه راهم عيانين وماشي يخدموا بيان عرفتهم هكا دونك تما الديبي ديالي وين ديفلوبيت الخدمه باسكو طون كنت في الماركتينغ نخدم كلش ندير ديزاين ندير شوتينغ تاع لي برودوي تاعي نعرف كاش ندير التارغيت نعرف فيسبوك اد فيسبوك اد ومن بعد خلاص وليت ما وليت ولاو يجوني دي كلينيون سيرفيس بارمي لي سيرفيس اللي كنت نديرهم في لا ميم سوسيتي كنت نخدمها اللي هو سبونسورينغ تما كنت نحقق مدخل زائد بسبونسورينغ اللي كنت نديرو مي فيه تكسر راس باسكو علاش باش تعطي كل واحد حقه ما تقدرش ما تقدرش باسكو من بعد تخلي روحك انت للاخر وليت نلقى روحي بلي نخلي روحي للاخر دونك حبست لو سيرفيس تاع ما تاع السبونسورينغ للناس كومبليتوم يومين هذا ما يجوني ناس يقولوا لي ما نقدرش يا اخي باسكو انا باش نمد لك الانرجي تاعي ما نقدرش هذا بيا نبدا البيزنس تاعي باش نافونسي سينو بعدا باسكو هذاك ضميري انبني نقول اه بالك ما عطيتلوش حقه بالك وديت صرف زياده فيسبوك وانا لي فاكتوريت له اكثر هذه ما نقدرش دونك هذوما لي تريك لي كنت دايرتهم دونك فلاسوت مونستاي سوتنيت موراها قلت لك بلي ومن بعد عرفت البيرو دي ليفريزون وليت نخدم معاهم كي وليت نخدم معاهم لي ديفلوبيت الخدمه اكثر واكثر التمليك تقدر تقول لي وليت نحقق مدخول كبير في السي او دي ايوا في التجاره الالكترونيه دونك انا نعتبر التجاره الالكترونيه احنا كالكترونيين واش معناتها معناتها عندنا ستور اونلاين والناس اللي تخدم فيزيك ننصحهم انهم اللي عندهم فيزيكال ستورز يلزم يروحوا للديجيتال ماركتينغ باسكو اذا ما دارش ديجيتال ماركتينغ راه يضر في روحه خلاص الناس ما ولاتش زعما انا شخصيا نهادوك الناس اللي يحبوا يشوفوا الحاجه باش نشريها مي في الوقت اللي رانا فيه ما وليتش نقدر ندير لي ديبلاسمون بزاف وليت مادابيا نكون مريحه وتلحقني الحاجه نشوفها عجبتني نشريها ما عجبتنيش نمد الديليفري جاي 50000 تاعو تاع الليفريزون ونخليه يروح صافي نرجع جو بريفير هكا خلاص ما وليناش كيما بكري ديفلوبينا من الكوفيد الكوفيد كان سبه باش نقدر نقول لك دار الانعاش للسي او دي في الجزائر الكوفيد كان سبب كبير باش تطلع التجاره الالكترونيه في الجزائر
وكاينين بعض الناس اللي يقول لك التجاره الالكترونيه في الجزائر بيكم نتوما كي كتعاونوا في الناس وتمدوا لهم معلومات كيفاش يخدموا راكم تخسروا في الدومين. هذا خطا كبير، خطا كبير. وشغل الهضره هذه تبين لك هذاك الانسان تفكيره كيفاش داير. باسكو علاش سي او دي عمره لا يموت، عمره لا يولي للور في الجزائر ولا في اي بلاد واحده اخرى. او كونطرا راح يزيد يافونسي هو لافينير سي لافينير. باش نقول لك ستور يغلق لا، حنا حتى نحب من داك نخرج ندير شوبينغ، مي ستور كيخدم الديجيتال ماركتينغ. حنا هنايا راك تحكي على الحانوت اللي نلقاوه برا، يعني بالدرجه الحيوانات تاع برا لازم يديروا ما يسمى بالتحويل الالكتروني. لازم راه متواجد في الواقع يزيد يتواجد اونلاين. لازم غادي كما نقولوا يسكيلي ويطلع لي فون تاعو حتى ما يامرش. مثال البارح في الطريق كان واحد الحانوت قاتلتني حاجه فيه الداخل، مي برا ما راهم دايرني الفيسبوك تاعو ني اللوغو تاعو. عباك وين داير اللوغو؟ دايرو الداخل. هنا نجو نحكيو على اللي يخدموا لافوغرافي. لافوغرافي تاني تديفلوبات بزاف الوقت هذا انا فيه، ولات عليها لا دوموند كبيره باسكو يلزم تخدموا لي بانو، يلزم لا لوميير، يلزم تاتيريو الكليون ديالكم. لازم تاتيريه، اذا ما اتيريتوش يجي واحد اخر ياتيري صح يغلبك في الماتش. نزيد ناكد لك على هذه تاعك شغل حتى طريقه التسوق تبدلت عند الناس. حنا بكري كنا نمشيو وندورو شحال من حانوت باش ندو برودوي. اليوم كما قلتي ما عندناش هذاك الوقت وما عندناش هذيك الطاقه باش نمشي ندور انايا. انا اي حاجه اللي حابها نحوس عليها في الانترنت، نحوس عليها في ماركت بليس، في الفيسبوك. طلعت لي راني درت لا كومون تاعها، لحقت لي ما عجبتنيش نخلص الليفرار ويرجع البرودوي هذاك. سينو نقدر نحوس على داك البرودوي في اليوتيوب نشوف الريفيو تاعو اسكو شباب ماشي شباب مليح ماشي مليح. دوك البلاد مضروك ما بقاش عنده الوقت، ما بقاش عنده الطاقه باش يروح يدور في الحوانت. تما دروك مولا الحانوت لازم يكون متواجد اونلاين، ومولا الحانوت اللي برا لازم كما قلتي يخدم على الانفوغرافي، يخدم على الديزاين، يخدم على الماركتينغ تاع الحانوت تاعو. انا كنكون فايت عندي طريق من تما عليه وشفت حاجة عجبتني بالك ما قدرتش نقاري ما كانش وين ستاسيون مو عندي لازمني نلحق البلاصة اللي راني فيها. نشوف الانستغرام تاعو، نشوف التيك توك تاعو راه مكتوب برا، نشوف الفيسبوك تاعو حوس عليه ندخل قال خويا عجبتني هذه بعثها لي. دونك حاجة في واحد الحانوت لقيت اللوغو ديالو لداخل ما قدرتش نفرزو وبرا داير والو، داير انفونت كدا وكدا الفوت تحت والحوانت اللي ما يخدموش لا ليفريزون يقول لك لا ما نخدمش انا لا ليفريزون. يا خويا علاش؟ سبحان الله هذا كما نقولوا دخل واحد اخر راه جايك، علاش تقول لا؟ هاد الناس اللي خافوا، هاد الناس اللي عندهم عقليه ما يتطورش. طور خويا يجي نهار ولا غير تندم على هاد الوقت اللي راك مضيعه. دير لا ليفريزون. كان كاين نحكي لك خطره، انا في الوقت كنت نسكن في تلمسان، كان كاين حانوت في سعيده اللي يبيع الحوايج تاع الرجال، يجيب واحد لا كاليتي، واحد البري اللي يبيع بهم كارثه. قعدت هابل عليه ليفري لي يا خويا، بعث لي في الطاكسي انا خلص الدوبل توصلي حتى تقول له هذه الهضره ما يقول لك لا انا ما نخدمش. علاش هنايا دونك انت تجي نهار تندم عليها هذه العقليه. دونك اسيا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. باركور شباب بزاف، انا يعني باغي برك ندي واحد هكا معلومات خفاف حياه اون جينيرال. اسكو فات عليك دي بيريود اللي خفتي فيها انه ما يكونش عندك فيها مصدر دخل، ولا دي بيريود اللي كنتي مفلسه فيهم وكحالت الدنيا في عينيك وقلتي بلي هنا سي لا فان؟ باغي نعرف اسكو فات عليك بيريود كيما هكذا، واش كان الحل تاعك، واش كانت خمامك، واش كانت بون عمري اللي خدمت هكا. هذه الحاجه الاولى صرات لي بيريود غير كيما ما عندهاش شحال اني سلفت شويه يعني صوم كبيره. انا من هذوك الناس اللي ما سلفش درهم نكون وش يكون تسلفي ولا تسلفي سلفت مدول مدول. انا ما داك النوع اللي ما ونكون ما عندي والو ما سلفش، ما نحبش الدين عليا باسكو ما رقدتش من الاهل. دينيت دراهم ان صوم شويه كبيره اللي ماشي زعما في سمانه ترجعها ولا، وكانت مأثره على نفسيتي. مي ديسيديت درت اون بيريود اللي هي اقل من شهر، قلت باذن الله هاد لا بيريود نرجع الدين كامل اللي عندي ونكون آلاز. هذه لا بيريود برك اللي حسيت روحي فيها بيان. مي باش نقول لك خفت وكانت فلو لا فيزيون تاعي ولا جوني باسكو علاش توجور نمشي بربي سبحانه واش رزقني هذاك هو. باسكو علاش الا انسان زاد ولا القناعه تاعو ما كانش ولا التم لي راهو البروبليم باسكو يفو الانسان يكون قانع. دوكا انت دير حاجه الريزلت تاعها
نتا درت سعيت وخلي ربي سبحانه يمد لك الريزولتا. لو كان نقول لك باللي واش نصرف في النهار يعاود يولي لي الدوبل، بالك هذه كاع الناس اللي في الكوميرس ولا عايشينها. عباك تخاف تصرف من داك ما يكون على بالك ما عندكش مدخول، ما عباكش الا حد دخل لك لاصوم هذيك اليوم ولا غدوه ولا على شهر ولا شفتوا الناس اللي عندهم عائلات دونك يخاف ينفيستي هذيك لاصوم ما توليلوش. لقيت باللي بار كونتر كل ما ننفيستي ربي عاود يرجع لي الدوبل. دونك الناس اللي حابين يخدموا اصدم اخدم ما توليش اللور مما عندكش ربي يرزقك. ليسونسيال ما ديرش الحرام، هذا واش ننصحهم، ما تروحش لطريق تاع الحرام ربي سبحانه يوصلك، ما ماشي اليوم غدوه، ما ماشي هذا العام تنجح العام الجاي. كيما انا ما نجحتش في الافيليه، كيما نجحت في الكريدي، في ما نجحت في الميرج، نجحت في لافونت اونلاين اللي هي سي او دي. نلعب نرجعوا للمقوله تاع نو ريسك نو ريسك، وحنا في الدرجه عندنا الخواف رزقه قليل. وكاين حاجه في الدين تاعنا انك تدير حسن الظن بالله، ما تقولش انا راح نصرف وما حش ترجع لي. هنا ديجا ما راك سوء ظن هذا، دونك انا راح اونجاجي وباذن الله ربي يوفقني وننجح وندير دراهم ونرجع الدوبل. لازم الانسان يتمشى بهذه لا فيزيون. اسيا يعطيك الصحه، بارك الله فيك، حلقه كانت مميزه جدا مليئه بالمعلومات. واذا حابه تقولي كلمه اخيره للناس، المهم يجي يشوفوا لا فيديو كامله باش يعرفوا النصائح اللي نديتهم لهم وربي يوفقهم ان شاء الله. وماشي معناتها سورتو تاع الباك، باسكو تاع الباك ريماركيتهم يفوكسيو بزاف على الباك، ماشي معناتها كيما جبتش الباك معناتها ماكش حاب تنجح، ولا معناتها خرجت ملافق ولا ماكش قاري كاع معناتها ماكش حاب تنجح. يجي نهار اللي تنجح فيه ويجي نهار اللي دير حاجه لك حابه. هذا ما كان، يعطيك الصحه. شكرا لكم، شكرا للمشاهده تاعكم، يعطيكم الصحه. خلونا تعليقاتكم ارائكم على الحلقه واراكم على الصون. انا نزيد نصيب واحد يشكي لي من الصون ما تفراش، دونك مازال باقي شويه ريغلاج خفيف بصح هذا خير من اللي فات. دونك تهلاو ديروا سبسكرايب كما يقولوا صحاب اليوتيوب. ايوا نتلاقاو نيكست ويك ان شاء الله.